اليوم إسرائيل تسعى إلى فك الجبهة الغزاوية عن الجبهة بجنوب لبنان، وإذا صار في وقف إطلاق نار لشهر تأكد أنه بهيدا الشهر ستكون المعركة بجنوب صوت يعني عائلة. مثل ما عم بيقولوا نتنياهو سينتهي من رفح لينتقل إلى جنوب لبنان، هيدي التجربة الإسرائيلية هكذا تقول. أي نوع من الحروب؟ السياح بري؟ أو أنا بستبعد، يعني مثل امبارح في أحد المسؤولين الإسرائيليين مهدد أنه ستقوم إسرائيل باحتلال أراضي وأبعاد حزب الله، يعني جربوا بال 2006 يعني كانت مقبرة الدبابات ومقبرة الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، وهالمرة رح بيجربوا. واليوم يقال حزب الله أقوى من 2006. طبعا أكيد أقوى، أكيد أقوى، أكيد أقوى، بالتالي حتكون المعركة أصعب، أقوى بأضعاف حزب الله. صحيح. مع كل البعد الحيوي والمجال الحيوي الذي لدى حزب الله، أنا برأيي يعني إسرائيل لن تقوم بهذه العملية، يعني صاروا ألف مرة مهددين وحكين وبدنا نعمل وبدنا نفوت، أنا برأيي رح يعملوا ضربات جوية كثيفة جدا وتدميرية، وما بعرف إذا هيدا يقود إلى عمليات برية، قد يقود وينقل المعركة، يعني يجر إلى معركة برية كمان، يعني معركة شبيهة باللي حاليا عم بتصير اللي هي الغارات الجوية اللي عم تضربها إسرائيل، ولكن بكثافة أكثر، بكثافة وشمولية أكثر، أكثر من جنوب. يعني نحن وقت عم بيكون في عملية بيقوم فيها حزب الله عم بيجي الرد غالبا على مثلا صار في شيء على الغزية مرة، صار كذا مرة صار على البقاع، بده يكون دائرة القصف خارج الليطاني والغارات خارج إطار الجنوب، خارج منطقة الليطاني. طيب شو عم يعملوا الفرنساوي والأمريكان بالوقت؟ يعني إذا بيجيبوا نفس الورقة الفرنساوي والأمريكان وبيروحوا فيها كل مرة عند الرئيس بري، شكليا بيروحوا عند رئيس الوزراء وعند وزير الخارجية وبيزوروا القيادات، مسلمينه هني حتى القيادة اللبنانية مسلمينه للرئيس طبعا، يعني حزب الله يمثله مع الغرب الرئيس نبيه بري ويفاوض عنه، وهن مسلمينه هيدا الملف. يعني هالمره كمان كان في لو انه الاخبار انه ابدينا بعض الملاحظات على الورق، بس 12 ملاحظه عم يحكي 12 ملاحظه، بس كل وحده منهم لا يقبل فيها لا الغرب ولا تقبل فيها فرنسا ولن تقبل بها اسرائيل، يعني دائما مفاوضات عسيره مع الاسرائيليين ما بتكون هينه، انما هالمره يعني في اعتراض. اول شيء في اعتراض على انبسطوا انه اعادة تموضع حزب الله، بس هن مش مع ابعاد قوة الرضوان، يعني في اعتراض على هالشيء واعتبروها كأنه تهجير للبنانيين من ارضهم، يعني هودي هن قاعدين على تخوم اسرائيل، هودي الشباب يلي بحزب الله ويلي بقوة الرضوان، هن من ابناء القرى، هو من هن من ابناء القرى. تاني اعتراض هو على حركة القوات الدولية وانه بدهم اياها حره اكثر ليست بالتنسيق، بيرجعنا للنقاش اللي صار وتجددنا لليونيفيل طبعا طبعا بيرجعنا، ولكن هيدا اعمق، يعني هيدا بيقول انه القيام يعني اليونيفيل بعمليه بدوريات تدخل الى عمق القرى، ومعروف انه دور الامم المتحده دائما بيكون على الطرقات الرئيسيه وبالتنسيق مع الجيش المحلي، يعني مع الجيش اللبناني مع القوى الشرعيه. بيرجع في نقطة ثالثة هي يعني تطبيق القرار 1701 من جانب واحد ووضع الأبراج بالجانب اللبناني فقط، يعني وهيدا موضوع كمان صعب، إضافة إلى عدة نقاط من 12 نقطة أنا برأيي كتير صعب تطبيقهم. حكى عن موضوع كلمة الترتيبات الأمنية كمان اعترض عليها الرئيس بري، ايه طبعا، لانه تعيدنا شوي الى المرحله السابقه، شبيهه بالمرحله السابقه طبعا، يعني هو صار وقت صار الاعتراض على 17 ايار كان اتفاق متوازن لانه كان بالجانب الاسرائيلي ينطبق على الجانب الاسرائيلي وعلى الجانب اللبناني، هلا حتى جايين بال 1701 لا ينطبق الا على الجانب اللبناني فقط، يعني تطبيق القرار 1701 على الجانب اللبناني ووضع ابراج في الجانب اللبناني وحركه اليونيفيل بالجانب اللبناني، ماذا عن الخروقات الاسرائيليه 30 الف خرق جوي والى اخره يلي لا يمكن انه يتغاضى عنهم، يعني ما في حدا بيقدر بيقبل يعني انه بهكذا شروط قاسيه تنفذ على جانب واحد، يعني حتى لو قبل حزب الله يمكن الحكومة اللبنانية لن ترضى، إنما هون يختزل دور الحكومة اللبنانية بشكل كامل وواسع، يعني ليس هناك رأي للدولة اللبنانية، يعني ما بعرف إنه إذا صارت الاتفاقات الدولية وتطبيق القرارات الدولية تبحث مع رئيس مجلس النواب، بس إنما لأنه الواضح إنه حزب الله هو مكلف الرئيس بري، هو يلي بس قيل يعني إنه الورقة تم هو القابض على القرار، يعني بس قالوا إنه الورقة نسقها الرئيس بري مع الرئيس مئاتي،
اوكي، بس اذا حزب الله يعني ما قبل بنقطه يعني بتمشي طبعا حزب الله يعني قوة امر الواقع، فينا نحن ناخذ اي قرار بمعزل عن موقف حزب الله؟ الامر لي يعني هون نترجم كلمه الامر لي حيث الامر هو بالكامل لحزب الله، و يعني لانه هو من عليه ان تنفيذ ال 1700 هذه الملاحظات. حزب الله يا بينفذ يا ما بينفذ، يا بيقبل يا ما بيقبل، يا بيقبل يا ما بيقبل، والمعركة مع حزب الله يعني بالجنوب ليست مع الجيش اللبناني المحايد بشكل كامل عن هذه المعركة مع حزب الله. طيب شو رح يكون مصيرها يعني الورقة؟ أنا برأيي الورقة رح ترجع على إسرائيل. سقطت الورقة، سقطت بشكل كامل من اليوم الأول، يعني لن يقبل الطرف الآخر بأنه لا يدخل اليونيفيل إلى القرى والبلدات، ولن يقبل إلا بتطبيق كامل للقرار 1701، ولن يقبل إلا بأبعاد حزب الله. هاي الورقة فينا نقول هي صورة النصر اللي عم يبحث عنها نتنياهو، أنه نحن قدرنا بعدنا حزب الله وقدرنا رقبنا الحدود الجانب اللبناني. مش صورة النصر التي يقبل بها حزب نتنياهو هي ما يلي الحلم يلي عم بيراودون بإعادة احتلال مناطق بالجنوب، يعني تتخطى 10 كيلومتر أو حوالي 10 كيلومتر عمق، وهن أهم شيء هلأ عندهم يلي حاطينه بنصب أعينهم هو الطائرات المسيرة، وقف طلعات الطائرات المسيرة اللي تابعة لحزب الله اللي عم تضرب العمق الإسرائيلي، وهي عم بيكون في كوكتيل من الصواريخ والطائرات المسيرة وهيك مش عم يقدروا يلقطوها كتير منيح، وإبعاد القدرة الصاروخية المضادة للدروع لحزب الله يلي عم بتصيب مناطق نقاط تجمع ومناطق تجمع الجيش الإسرائيلي. هودي مخوفين إسرائيل، ناكي عن 120 ألف واحد فل من هذه المناطق، ترك هذه المناطق وانتهى به الأمر في الداخل الإسرائيلي. فمن شان أولوية عودة المستوطنين، يعني الكل اللي بيعرفوا بهذا الموضوع بيتوقعوا صيف حار بجنوب اللبناني يبدأ يعني مع بتموز، وأنا ما بعرف أمتين بينتهي، تمهيدا لأنه إسرائيل تريد أنه تسوية الوضع قبل حلول الفصل الشتاء، لأنه الآلاف من عشرات الآلاف من الطلاب الإسرائيليين ما دخلوا إلى المدارس وتركوا مدارسهم وجامعاتهم أو التحقوا بغير مدارس، بدهم يزبطوا الوضع. نحن مش بلبنان منودي العالم على المدارس وما منهتم، هني عم بيعيشوا هودي الناس وأمنن لهم بيوت وأمنن لهم أوتيلات ومقعدن لهم بمراكز إيواء يعني جيدة مش متل عندنا. أكيد أولوية إعادة المستوطنين طبعا.